بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى إلى التعريف بأسماء القراء، وكما ذكرنا أن الشاطبية حوت كم قراءات؟ حوت 7 قراءات، لأن الإمام الشاطبي اختصر كتاب التيسير للإمام الداني، والإمام الداني تبع الإمام ابن مجاهد، هو الذي أول من سبع 7. طيب، نبدأ الآن باسم أول قارئ من القراء 7 وهو الإمام. قال: فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلة، وقالوا عيسى ثم عثمان ورشوان بصحبته المجد الرفيعة تأثل. من يشرح هذا البيت يا إخوة؟ واضح البيت. محاولة، من يحاول؟ فأما الكريم السري نعم في الطيب، يعني أن الإمام أول ملقب بأنه ذو كرامة. كان إذا تكلم يشم من فمه ريح طيب، رائحة الطيب. أحسنت. فلما سئل عن ذلك قال أنه رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن من فيه. سبحان الله، وهذه كرامة للإمام نافع. فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وهو الذي سكن في المدينة لأجل التدريس والقراءة. الله يفتح عليك. واصل. وقالوا عيسى وروي الأول وقالوا واسمه عيسى عيسى بن مينا. عثمان ورشوم، ثم الراوي الثاني للإمام نافع هو ورش، واسمه عثمان بن سعيد المصري. الله يفتح عليه. إذن يا إخوة، عندنا القارئ الأول الإمام نافع، والإمام نافع عنده كرامة. قيل أنه كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك. فلما سئل عن ذلك قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيه في المنام، وهذه كرامة. وراويه الأول الإمام قالون، وهو عيسى بن مينا. طيب، لماذا لقب بقالون؟ قالوا لجودة قراءته. يقال أنه قرأ على الإمام نافع 20 سنة، ليس شهر ولا شهران، لازم الإمام نافع وقرأ عليه 20 سنة، حتى أن الإمام نافع سأله ذات يوم فقال له: إلى متى تقرأ؟ يعني إلى أي وقت ستظل تقرأ؟ اذهب إلى تلك الإسطوانة حتى آتيك بمن تقرئه. يعني صدره للإقراء، جعله شيخ، صدره للإقراء. عندما أيقن الإمام نافع أن الإمام قالون أصبح إماما في القراءة، الراوي الآخر هو الإمام ورش أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري، ولقب بورش لشدة بياضه. سبحان الله يا إخوة، إلى هذا اليوم الإخوة المصريين فيهم شدة البياض، يمتازون بشدة البياض إلى هذا اليوم. إذا رأيت مصري تجده يعني شديد البياض، تجده شديد البياض، خلاف بقية أهل أفريقيا. أهل أفريقيا ماذا؟ سود. إلا المصريين، سبحان الله. مصري يا إخوة في إفريقيا كما تعلم، في شمال إفريقيا، ولكنهم بيض جدا، وبقية الأفارقة سود، سبحان الله. الإمام ورش كان مصريا. طيب، لماذا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قدم الإمام نافع في المنظومة، مع أن الإمام ابن عامر الشامي قرأ على الصحابي أقدم منه بكثير؟ الإمام ابن عامر قرأ على أبي الدرداء، وأبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الإمام ابن عامر يعتبر أعلى القراء إسنادا. طيب، لماذا قدم الإمام نافع ولم يقدم مثلا ابن عامر أو الإمام ابن كثير؟ لأن هؤلاء أعلى سندا من الإمام نافع. قالوا لأنه بدأ بأشرف البقاع. أشرف البقاع ما هي؟ المدينة، لأن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سؤال: من أشرف البقاع، مكة أو المدينة؟ إذا تكلمنا عن أشرف البقاع، لماذا لم يقدم الإمام ابن كثير مع أنه كان في مكة، ومكة أشرف البقاع؟ هو أخذ بالقول الآخر،
طبعا المسألة فيها قولان، هل أشرف البقاع مكة أو المدينة؟ ذهب طائفة من العلماء على أن أشرف البقاع المدينة لأن فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب طائفة من العلماء على أن أشرف البقاع مكة. قالوا لماذا؟ لأن فيها قبلة المسلمين، فيها قبلة المسلمين. فالإمام الشاطبي كأنه أخذ بقول من يقول أن أشرف البقاع هي المدينة. طيب، الراوي القارئ الثاني من؟ قال: ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاسر القوم معتلى، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة. إذن يا إخوتي الكرام، القارئ الثاني وهو الإمام ابن كثير عبد الله ابن كثير المكي المكنى بأبي معبد، كانت مكة المكرمة مقامه في حياته ومثواه بعد مماته. طيب لماذا الإمام الشاطبي بعد الإمام نافع ذكر الإمام ابن كثير؟ لأنه سكن مكة، ومكة هي أفضل البقاع بعد المدينة، على قول على مذهب الإمام الشاطبي، أو على القول الذي اختاره الإمام الشاطبي. هو عبد الله بن كثير المكي، روى عنه الإمام أبو الحسن أحمد بن محمد البزي، الراوي الأول هو الإمام البزي، والراوي الآخر هو الإمام قنبل. طيب، عندما تجدون يا إخوة في المنظومة عندما يقول روى أحمد البزي له ومحمد على سند، على سند وهو الملقب قنبلة، أيضا عندما ذكر راوي الإمام ابن عامر قال هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد. طيب لماذا ذكر هذا الإسناد؟ لأن الإمام البزي والإمام قنبل لم يأخذوا الحرف أو القراءة من الإمام ابن كثير مباشرة، كان بين الرواه والقارئ ماذا؟ سند، والسند معناه أكثر من قارئ. يعني مثلا أنا الإمام ابن كثير مثلا، وأنت البزي وأنت قنبل، أنتم لم تقرأوا علي مباشرة، إنما قرأتم مثلا على عبد الرحمن، وعبد الرحمن قرأ على فوزل، وفوزل قرأ علي. انظر، قال وقد قرأ البزي على تحت، وجدتموه؟ نعم، وقد قرأ البزي على عكرمة على القسط، وقرأ قنبل على القواس على وهب على القسط، وقرأ القسط على شبل، ومعروف قرأ كلاهما على ابن كثير. إذن بين الراوي والقارئ كم؟ بين البزي وابن كثير كم؟ عكرمة على القسط على شبل، ثلاثة بين الراوي والقارئ، ثلاثة. إذن لهذا السبب الإمام قال على سند. واضح هذه النقطة؟ وضحت؟ إذا كان الراوي بينه وبين القارئ أكثر من رجل، ماذا يقول في المنظومة؟ على سند، بمعنى أن الراوي لم يقرأ على القارئ مباشرة، إنما كان بينه وبين القارئ ماذا؟ سند أو واسطة، أكثر من شخص. واضح؟ الآن هنا البزي قرأ على من؟ على عكرمة، وعكرمة قرأ على من؟ على القسط، والقسط قرأ على من؟ على شبل ومعروف. إذن بين الراوي والقارئ هنا كم؟ ثلاثة. الله يفتح عليك. الإمام قنبل قرأ على من؟ على القواس. القواس على من؟ على وهب. ووهب قرأ على من؟ على القسط. والقسط على من؟ كم بين الراوي والقارئ؟ أربعة. فهمتم لماذا قال على سند؟ طيب، ننتقل إلى القارئ الثالث وهو الإمام أبو عمرو البصري. قال: وأما الإمام المازني وصريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلاء أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا، أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل. الإمام الثالث هو المنسوب إلى بني مازن، هو أبو عمرو البصري، واسمه زبان ابن العلاء بن عمار المازني، ينتهي نسبه إلى عدنان. ماذا يعني ينتهي نسبه إلى عدنان؟ أي أنه عربي خالص من صميم العرب. لماذا؟ لأن عدنان أحد القبائل العربية المشهورة. قال ينتهي نسبه إلى عدنان. إذن الإمام أبي عمرو ماذا؟ كان من صميم العرب،
أي أنه عربي خالص، بعكس الإمام نافع والإمام ابن كثير لم يكونوا من صميم العرب. طيب من راوي الإمام، من راوي الإمام أبي عمرو؟ الأول هو أبو عمرو حفص بن عمرو الدوري. طبعا هذا حفص الدوري ليس حفص الكوفي الذي يروي عن الإمام عاصم، هذا آخر، هذا حفص الدوري آخر، ليس ذاك الذي يروي عن الإمام عاصم ابن أبي النجود. طيب الراوي الثاني هو أبو شعيب صالح بن زياد السوسي الأهوازي. طيب عندما قال وأما الإمام المازني وصريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلاء أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا. إذن أبو عمرو البصري أقرأ من؟ يحيى اليزيدي. والإمام الدوري والسوسي أخذ الحروف أو القراءة من من؟ من يحيى اليزيدي. هل السوسي والدوري قرأ مباشرة على الإمام أبي عمرو؟ لا، قرأ عليه بواسطة. إذن يا إخوة عندنا ثلاث مراتب للقراء: الراوي الذي أخذ عن القارئ مباشرة مثل الإمام من؟ نافع. قالون ورش أخذ عن نافع مباشرة. القارئ الراوي الذي أخذ عن القارئ بس على سند يعني أكثر من شخص مثل المكي. ويوجد عندنا المرتبة الأخيرة وهو الذي أخذ عن القارئ بواسطة، بواسطة واحد مثل الإمام، قراءة الإمام أبي عمرو البصري، أبي عمرو البصري. طيب القارئ الرابع من؟ قال وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللة هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقل. الإمام الرابع هو عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي بفتح الصاد أو ضمها أو كسرها، اليحصبي اليحصبي اليحصبي. راوية، الراوي الأول هو أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير سنت. الثاني هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان. طيب الآن هنا قال هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد. إذا رأيت بالإسناد ماذا معناه؟ أحسنت، أن الراويان أخذا القراءة أو الحروف عن القارئ بواسطة سند أكثر من شخص. إذن من هم القراء الذين أخذوا، من هم الرواة الذين أخذوا عن القارئ بواسطة سند بواسطة أكثر من شخص؟ المكي والشامي بن عامر. قال وقد نقل كل من هشام وابن ذكوان قراءة ابن عامر بواسطة سند بينهما وبينه، فقرأ هشام على عراك المري، وقرأ ابن ذكوان على أيوب التميمي، وقرأ عراك وأيوب على يحيى الزماري، وقرأ الزماري على الإمام ابن عامر. طيب قال وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. يذكر الناظم أن بالكوفة اشتهر ثلاثة قراء، القارئ الأول من؟ عاصم. الثاني حمزة. الثالث الكسائي. هؤلاء من الكوفة، هؤلاء من الكوفة. الإمام الخامس هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي. الراوي الأول للإمام عاصم أبو بكر شعبة المشهور بابن عياش. الثاني حفص بن سليمان الكوفي. طيب من كان مرجحا بالقراءة، هل شعبة أو حفص؟ قال وحفص وبالإتقان كان مفضلا، أي أن الإمام حفص كان أوثق من الإمام وأتقن من الإمام شعبة. لماذا ذكرنا هذا؟ أحسن، ليس صهره، ربيبه، ذكرنا هذا في درس في مقدمة الجزرية، ابن زوجته. واضح ماذا يعني ابن زوجته؟ أي أنه تزوج أم الإمام حفص، يعني أم الإمام حفص كانت متزوجة وأنجبت الإمام حفص، ثم توفي زوجها، ثم تزوجت الإمام عاصم، فكان ربيبه، أي كان يعيش معه، فأكثر منه القراءة حتى كان أعلم الناس بقراءة الإمام عاصم، بقراءة الإمام
عاصم. الإمام الثاني هو الإمام حمزة. الإمام الثاني هو الإمام شعبة، راوي الإمام، راوي الإمام عاصم. ها وصلتم يا شيخ؟ خلص يلا يلا، أنا أنا الآن كذا خمس دقائق واقي. أيوة بالمسجد. أنتم عادكم ما صليتم صح؟ ما لا خلاص صلوا، صلوا بيجي، وأول ما تصلوا باقي عادوا فيه ذا. يلا مع السلامة. معذرة يا إخوة، هذولا عندي ضيوف، هذا الشيخ نسيم واجع، إذا ما رددت عليه سأقول عني لا. طيب الإمام، طيب من كان مقدما وأوثقا في رواية الحديث يا إخوة؟ شعبة كان مقدم. الإمام حفص، الإمام حفص برتبة الحسن، يعني يقولون عنه ثقة أو صدوق، لكن الإمام شعبة كان أوثق منه في رواية الحديث، كان أوثق منه في رواية الحديث. سبحان الله، أحدهم مشتهر بالقراءة وأحدهم مشتهر بالحديث. القارئ السادس قال وحمزة ما أزكاه من متورعا إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. يا إخوة في اليوتيوب الشيخ أيمن سويد معه مقطع يشرح زهد الإمام حمزة، أنا أتمنى أنكم تستمعون إليه في برنامج اسمه شموس القراء، موجود، أنا سأرسل اللينك الرابط في المجموعة. سبحان الله، كان زاهدا، كان زاهدا بشكل عجيب، سأرسل لكم الرابط. قال الإمام السادس هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، ما أزكاه من متق متورعا إماما مقتدا به في عصره صبورا على الطاعة وعن المعصية. انظر الإمام الشاطبي كيف وصفه، قال وحمزة ما أزكاه من متورع. راوي الإمام حمزة الأول خلف بن هشام البزار، هذا يا إخوة هو نفسه خلف العاشر، معه رواية ومعه قراءة، ومعه قراءة. والآخر هو أبو عيسى خلاد بن خالد الصيرفي، قال روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم. هل الإمام خلف وخلاد أخذ الحروف عن الإمام حمزة مباشرة؟ لا، قال رواه سليم، أي قرأ على سليم وسليم على الإمام حمزة. القارئ الأخير من هو؟ قال وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلة، هو أبو الحسن علي بن حمزة النحوي، كان يا إخوة إماما في النحو، الإمام أبو عمرو البصري والإمام الكسائي كان أئمة في النحو، والإمام الكسائي معه كثير من القصص مع من؟ مع سيباويه، كان قرين سيباويه. انظروا الإمام سيباويه في اللغة، كان الإمام الكسائي قرينه، وكان بينهم صراع الأقران، تعرفون ماذا صراع الأقران؟ كان بينهم صراع الأقران، حساسية. سبحان الله، معهم قصص كثيرة، معهم قصص كثيرة الإمام الكسائي والإمام سيباويه. كان في زمن هارون الرشيد حدثت بينهما واقعة، حدثت بينهما واقعة، ثم الإمام سيباويه ترك الكوفة وهجر إلى إيران، ولم يرجع إلى الكوفة، وتوفي هنالك. معهم كثير قصص، سبحان الله، كان أقران، تعرفوا ماذا الأقران؟ يعني قرين، فكان دائما، سبحان الله، وهذا موجود إلى هذا اليوم. راوي الإمام الكسائي هو أبو الحارث الليث بن خالد البغدادي والدوري، هذا الدوري هو نفسه راوي الإمام من؟ أبو عمرو، هو نفسه. إذن الحفص الدوري كم روى قراءات؟ هو راوي للإمام أبي عمرو، وراوي للإمام الكسائي، وراوي للإمام الكسائي. طيب قال ومما تقدم ذكره بالنسبة للأئمة ورواتهم، نجد أن الرواة على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى رواة أخذوا عن مشايخهم مباشرة، مثل الإمام نافع والإمام عاصم والإمام الكسائي. يوجد رواة أخذوا عن القراء بواسطة واحدة، وهو الإمام البصري والإمام حمزة. ويوجد رواة
أخذوا الحروف عن القراء بواسطة سند أكثر من شخص، وهو الإمام ابن كثير والإمام ابن عامر. ونختم درسنا في هذا الباب. قال أبو عمرو هم واليحصبي وابن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء، أي أن الإمام أبو عمرو والإمام ابن عامر كانا عربا خلصا من صميم العرب، الإمام أبو عمرو والإمام ابن عامر. أما بقية القراء السبعة أحاط بهم ولاء العجم لكونهم ولدوا في بلادهم. يعني الإمام ابن كثير لم يكن يعني أصله عربيا خالصا، لم يكن، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نسبه من صميم العرب. لماذا؟ لأنه ينتسب إلى أحد القبائل العربية المشهورة، لكن هؤلاء نسبهم ليس عربيا خالصا، ليس عربيا خالصا. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم ننتهي من مقدمة الشاطبية وندخل في الأصل، وندخل في الأصل. أتمنى أنكم تراجعون المنظومة. فمن تحفظت كم حفظت بيتا من الشاطبية؟ 100. راجع كل يوم قليلا قليلا قليلا. رفساء تحفظ الشاطبية؟ لابد أن تحفظ كل يوم بيتان. إذا تريد أن تتخصص في علم القراءات، تتخصص في علم القراءات، ابدأ من الآن احفظ الشاطبية، ابدأ من الآن، نصيحة. المتن موجود في